السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من قضية وحوار. تمكن الإعلام الغربي منذ عقود من خلق صورة نمطية محددة للإنسان العربي والمسلم، فمنذ سنوات والميديا الغربية بثقلها وبما تمتلكه من تأثير رهيب على الأنفس والعقول تمكنت من نحت صورة سلبية إلى حد بعيد، إنها صورة العربي أو المسلم القدر، الجبان، البخيل، الشهواني، وأخيرا بعد أحداث سبتمبر صارت صورته تلصق بكل شيء إرهابي ومخيف ومرعب. فمن الذي رسم هذه اللوحة القاتمة على العرب والمسلمين؟ ومن شجعها؟ وكيف تمكنت من أن تسيطر هذه الصورة على عقول الغربيين؟ لكن قبل ذلك، أليس من المهم أن نعود قليلا لنعرف من أين جاء لنا مصطلح الإسلاموفوبيا؟ إلى أين تعود جذوره التاريخية؟ وما هي مكوناته ومحدداته؟ ثم أين دور العرب والمسلمين في مواجهة هذه الكراهية، في مواجهة كل هذا التعصب والتطرف؟ وما دور النخب والحكومات في ذلك؟ أم أن الرتق اتسع على الراتق كما يقال، حتى أنه لم يعد هناك من يتحمس أصلا لتحسين صورة المسلمين في الغرب؟ لماذا تقام الدنيا ولا تقعد عندما تمس الميديا الغربية اليهود مثلا، بينما لا يتحرك هذا العالم فيما مئات الأفلام السينمائية التي تعرض تشنع بالمسلمين والعرب صباحا ومساء؟ الإسلاموفوبيا، الجذور والإسقاطات، موضوع حلقة اليوم من قضية وحوار مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور صديق بشير نصر، رئيس مركز العالم الإسلامي لدراسة الاستشراق والباحث المتخصص في الدراسات الاستشراقية والإسلاموفوبيا. دكتور صديق، مرحبا بك. يعني دكتور صديق، لو بدأت معك بسؤال حول الإسلاموفوبيا، من أين جاء لنا هذا المصطلح؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أشكر قناة الحوار والقائمين عليها لإتاحة هذه الفرصة لنا للتحاور في هذا الموضوع الذي يبدو أنه من الموضوعات التي يجدر بالأمة الإسلامية وبالقائمين على أمور المعرفة والثقافة أن يلتفتوا إليها بطريقة موضوعية وعلمية. الحقيقة لو نظرنا أو رجعنا قليلا إلى الجذور التاريخية للإسلاموفوبيا، هذا القديم المتجدد. الإسلاموفوبيا ليست حديثة عهد، هي قديمة. ربما هذا الاسم نحت مؤخرا وعرف في هذه العقود الأخيرة تحت هذا التركيب إسلاموفوبيا. إنما الإسلاموفوبيا بمعنى الرهاب وبمعنى التخويف والترويع من الإسلام هو مصطلح قديم جدا. ربما يعني أنا أقصد كمضمون الذي المعنى الذي يتضمنه هذا الاصطلاح قديم. هذه المعاني قديمة خرجت منذ أن واجه الإسلام الآخر، مع أول مواجهة بين الإسلام والآخر، بين الإسلام والغرب أيضا، بدأت تظهر هذه المفاهيم في تنايا كتابات كثير من الناس آنذاك. لكن يبدو، تعالى قليلا لنعرف ما المراد بالإسلاموفوبيا أصلا. هذا التركيب المنحوت من كلمتين إسلام وفوبيا. فكلمة فوبيا كلمة يونانية، هي في الأصل تعني الخوف أصلا. والحقيقة كان قبل أن يشيع هذا الاصطلاح الإسلاموفوبيا الآن، كأن الآن لا ترويع ولا رهاب ولا خوف إلا من الإسلام. كانت هنالك تركيب أخرى، زينوفوبيا مثلا. زينوفوبيا يعني الخوف من الغريب، الناس تخشى هذا الغريب الوافد. تطور هذا الاصطلاح وأخذ أشكال أخرى في الثقافة. هنالك مثلا أكروفوبيا، الخوف من الأماكن العالية، نوع من المرض هذا، يعني يتحول الخوف إلى حالة مرضية. الفوبيا الذي نعنيها هو تحول الخوف إلى حالة مرضية. ما من إنسان إلا ويخاف من أشياء، يخاف حتى من المجهول، يخاف مما لا يعرف، ولكنه حينما يتحول إلى حالة مرضية حينئذ يحتاج الأمر إلى طبيب بالتأكيد ليعالج هذه المسألة. فالإسلاموفوبيا بهذا المعنى إذن هي التخويف والترويع من الإسلام.
ولذلك يسمون الفوبيا أو كذا الرهاب. الآن الاصطلاح اللغوي الصحيح هو الرهاب على صيغة فعال، قال لأن المصادر التي تتصل بالمرض في العربية تأخذ يعني صيغة فعال كصداع، زكام، عطاس، رهاب. رهاب إذن هو المرض أو الخوف، الخوف المرضي، الخوف الذي يتحول إلى حالة مرضية. الإسلاموفوبيا إذن هي محاولة ترويج لهذا المفهوم، وهو أن الإسلام هو ذلك البعبع، ذلك الشيء المخيف الذي ينبغي أن يأخذ كل إنسان منه حذره. يعني تاريخيا كم عمر هذا المصطلح دكتور؟ هذا المصطلح الحقيقة حديث عهد، يعني خرج في العهود، في العقود الأخيرة، نحن لا نستطيع أن نزم متى خرج تماما على وجه التحديد بهذا التركيب الإسلاموفوبيا، لكن في مبلغ ظني أن عمره حديث عهد هو لا يتجاوز بضعة عقود، يعني على الأقل يعني ربع قرن من الزمان تحت هذا المسمى. إنما كانت هنالك مسميات أخرى ينعت بها الإسلام، وإنما الآن بدأ هذا الاصطلاح يشيع بين الناس بشكل كبير جدا، وينفخ في هذا الاصطلاح حتى صار مادة للكتاب ومادة للأعلام. نعم أخي. يعني ربما دكتور ما يطرحه البعض بأنه هذا المصطلح أو كل مصطلح يخرج لابد أن له امتدادات في 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 جذور كل ثقافة. نعم. وأسباب، هل يعني ربما يعني أيضا مكونات ومحددات، يعني قبل أن نتحدث عن الأسباب. نعم. نعم. لو سألتك عن مكونات محددات هذا المصطلح، مصطلح الإسلاموفوبيا يعني. نعم. هنالك مؤسسة تعنى بهذا الأمر، أظن أحسب أنها تقريبا تماما موجودة في المملكة المتحدة هنا، اسمها روني ميد تراست. هذه المؤسسة يعني تعنى بمسائل حقوق الإنسان والعرقيات والأقليات الموجودة في المملكة المتحدة. فالحقيقة يعني كتبت تقريرا جيدا، فترى أن مسألة الإسلاموفوبيا هي التحدي الذي ينبغي أن نقف عنده تماما. فبكل إنصاف هم حددوا الإسلاموفوبيا في عدة مكونات components، يعني كلما وجدت هذه الأوصاف أو هذا السلوك إذن هنالك إسلاموفوبيا. فمثلا هم يرون أن كل من يرى أن الإسلام كتلة واحدة متراصة في هذا النوع، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه مثلا كتلة واحدة متراصة، مثلا على سبيل المثال أخي الكريم، الآن الغرب لا يميز بين العربي والمسلم مثلا، فكل مسلم عربي وكل عربي مسلم، مع أن الكثير من المسلمين ليسوا عربا وكثير من العرب ليسوا مسلمين. هذا الأمر حتى يعني انعكس في التعامل مع هؤلاء الناس في بلاد الغرب إبان أحداث 11 سبتمبر. فكثير من الناس مثلا واحد من السيخ قتل في الولايات المتحدة الأمريكية لا لشيء إلا لأنه ملتحي ويعمل عمامة. فكان العمامة علامة عن الإسلام، مع أن كثير من الشعوب ترتدي هذا الأمر. كثير من النصارى الأقباط وغيرهم الذين يعيشون في بلاد الغرب قتلوا ظنا منهم أنه عربي وأنه يتكلم العربية، إذن هو مسلم، ممكن لأن لديه لحية مثلا أو شيء من هذا القبيل. فإذا كل من يعني يعمم هذا الأمر ويحسب أن الإسلام كتلة واحدة متراصة فهذا نوع من الإسلاموفوبيا. الحقيقة أن الإسلام على خلاف ذلك، هو جماعة إثنية دينية في أعراق كثيرة جدا، يعني كلها تعتنق عقيدة واحدة لكنها أجناس مختلفة. الإسلام ليس جنسا واحدا، هو دين واحد لكنه أجناس مختلفة. إذن هذا أول محدد الذي وضعته هذه المؤسسة العريقة روني ميد تراست. الشيء الثاني، كل من يتصور أن الإسلام هو كائن مستقل وليست له قواسم مشتركة مع الآخر، هم يريدون أن يروجوا لفكرة أن الإسلام هو عبارة عن جزيرة معزولة في هذا الباسيفيك، في هذا المحيط الضخم جدا، ليست له علاقات مع الآخر. هذه صورة من صور الإسلاموفوبيا الحقيقة، هذا المكون الثاني أو الملمح الثاني. أيضا كل من يرى أن الإسلام دين بدائي بريميتيف وضيع، شيء من هذا القبيل، متدني بربري غير عقلاني شهواني إلى آخره، كل هذه تندرج تحت الإسلاموفوبيا. الشيء الرابع هو أن أيضا، وهذا هو وأيضا تمييزي طبعا للمرأة أو ضد المرأة. نعم. نعم. مثلا أيضا وصف الإسلام بأنه دين عدواني، أجريسيف، عنيف،
violent, أن terrorist, إرهابي شيء كما تفضلت أنت حضرتك قبل قليل. كل هذه من المكونات. المكون الخامس أخي الكريم الذي وضعته هذه المؤسسة وهو النظر إلى الإسلام على أنه أيديولوجيا سياسية, وهنا مكمن الخطر. كأن الإسلام ليس دينا وليس عقيدة يعتنقها الناس, وإنما هي أيديولوجيا سياسية تحكمها المصالح والأهداف. أيضا من المكون يعني هو مذهب سياسي, مذهب مثله سياسي. مثل مثلا نعم. الماركسية مثله مثل نعم. العلمانية مثلا نعم صدق هذا هو هذا المراد. أيضا نوع من السلوك الذي يصدره يصدر من المسلمين ويعامل معاملة غير معتادة قد تنعت بأنها نوع من الإسلاموفوبيا. فالمسلمون حينما ينتقدون الغرب مثلا في ممارساتهم كذا, أنت ليس لك الحق أن تعترض, إذن هذا نوع من الإسلاموفوبيا. معاداة الإسلام عندهم مثلا, كثير من الناس يتصورون في بلاد الغرب منهم نخبة من الانتليجنسيا ومن المفكرين يرون أن يعني معاداة الإسلام أمر مبرر وأمر مقبول ولا شيء في ذلك, فهذه أيضا نوع من الإسلاموفوبيا. فأيضا من يرى أن معاداة المسلمين أمر طبيعي, كيف يكون هذا الأمر طبيعيا؟ هذه هي المحددات الثمانية التي وضعتها هذه المؤسسة لوضع ملامح العامة للإسلاموفوبيا. طيب دكتور, ربما قبل أن ندخل في بعض النقاط فيما يتعلق بصورة الإسلام الآن في الغرب كيف تبدو, وخصوصا في أنماطه المختلفة يعني كيف تنعكس في الإعلام والميديا وغيرها, هل مثل هذه المصطلحات عندما تخرج هل تعتقد بأنها تخرج من باب صدفة وأنه بالفعل وراءها دوائر يعني بعينها تحاول أن تضع بعض الأنماط, ترسم بعض الأنماط المحددة التي أشرت إليها أنت الآن مكونات هذه, وبالتالي يصبح كأنما تريد أن تقول لك إذا وجدت هذا النمط فهذا هو يعني عربي, يعني في الآخر هو مسلم وبالتالي يجب أن تخاف منه أنت؟ نعم, لا شك هنالك مؤسسات تكمن وراء هذا المصطلح, وهذه المؤسسات سواء كانت قديمة أو حديثة تنفخ في هذا المفهوم. أنا أتكلم عن المفهوم بشكل عام بصرف النظر عن هذا الاصطلاح. يعني أيضا لو رجعنا قليلا أخي الكريم إلى الجذور التاريخية مرة أخرى للإسلام, الجذور التاريخية لفكرة الترويع من الإسلام, هذه الصورة البغيضة الإيمج, هذه الصورة النمطية التي صارت كلما ذكرت كلمة إسلام وكلمة مسلم انعكست الصورة تلقائيا في ذهن المتلقي, وأن هذا البربري المتوحش الكدائي شيء الذي ذكرنا قبل قليل. الحقيقة إن أول من ساهم في هذه الصناعة, صناعة هذه الصورة, هي المؤسسة الكنسية للأسف الشديد. اللاهوت الكنسي هو الذي وصف ذلك مع أول مواجهة بينه وبين الإسلام. هو انطلق اللاهوت الكنسي من باب حماية عقيدته, فإذا لابد أن يصف الآخر بكل الأوصاف المقذعة, الأوصاف الرديئة, وكانت هذه الأوصاف تروج في أوساطهم. العالم لم يكن قرية كونية مثل اليوم, كانوا يصورون أشياء كثيرة على سبيل المثال إلى قريبا يعني في القرن التاسع عشر والثامن عشر كانوا يتصورون أن الإسلام هي تركية والمسلم محمد صلى الله عليه وسلم رجل تركي, حتى يصفونه هكذا بهذه الأوصاف. هذا نتيجة أن الثقافة محدودة. الآن يختلف هذا الكلام, لم يعد يمكن, يحتاج إلى ميديا قوية جدا لترويج إلى فكر آخر. اللاهوت الكنسي إذن هو أول من ساهم في هذا الأمر. إذن اللاهوت الكنسي دكتور هنا يعني اسمح لي يعني تحرك ليس من باب غزو المسلمين وإنما خوفا على دياره. هذه الحقيقة, لأن الطرف الثاني كان أقوى مثلا أو كان نعم. الحقيقة إن الغرب أو الكنيسة بشكل عام في مواجهتها الإسلام كانت ضعيفة جدا, ولذلك سقطت في أول مواجهة عقلية مع الإسلام, ولذلك حاولت أن بكل الوسائل بشتى الطرق أن تعمل نوع من الجدر الحماية لمعتنقيها بأي شكل من الأشكال. للأسف الشديد بدلا من أن تنفخ الروح في هذه العقيدة الميتة مثلا عندهم, جاءت لتشوه هذه العقيدة الجديدة الوافدة, وذلك ببحث عن أي نقيصة فيها أو تلبسها فيها إذا لم تكن منها أصلا. بالإضافة إلى ذلك, فضلا عن اللاهوت الكنسي, هنالك المؤسسة الاستشراقية, والمؤسسة الاستشراقية يعني مؤسسة عريقة
يعني ساهمت في دور كبير ولازالت تساهم حتى يوم الناس هذا في صناعة هذه الصورة. فكثير من هذه الأفكار التي نجدها أحيانا تنثال على ألسنة بعض المروجين لمفهوم الإسلاموفوبيا هي في حقيقة الأمر مأخوذة أو خرجت من رحم المؤسسة الاستشراقية. فضلا عن ذلك أخي الكريم، أيضا بسبب التواصل الذي حدث مبكرا بين الشرق والغرب، الآن يروجون إلى أن شرق وغرب، الشرق الآن أصبح كمفهوم مقصود به الشرق يعني يساوي الإسلام، مع أن الشرق الجغرافي شيء آخر، قد يكون الشرق غرب والغرب شرق وهكذا، لأن هذه كرة أرضية فكل غرب شرق وكل شرق غرب. الآن المفهوم يروج له أن الشرق في الغالب العام يعني الإسلام. هم يحاولون أن يقولوا أيضا الشرق يريدون به بلاد الهند والصين وكذا، لكن هذا كلام ليس صحيحا، أو ربما نسبته أو حصته في الحديث عن لا تساوي 10% من مجموع الكامل. ولذلك حتى المؤسسات الاستشراقية، المجلات حينما ترجع الآن إلى مجلات مستشرقين، يعني مجلة تعنى بالدراسات الشرقية كذا، Oriental Studies، هذه Oriental Studies في الحقيقة 90% كلها حول الإسلام، يمكن 1% 2% عن الهند عن الصين عن اليابان عن أي شيء لا يشكل كذا. فحقيقة الأمر الشرق يعني عندهم إيش؟ يعني عندهم الإسلام. بالإضافة لذلك، الرحالة والأدباء في القرن 16، 17، 18 وحتى 19 حينما تحولوا إلى الشرق كانوا مبهورين بالشرق. الشرق كان يمثل يعني نموذجا رفيعا، هم يعني صورة يبحثون عنها نتيجة الخواء الروحي عندهم إلى آخره. ولذلك كان مثلا كثير من الرحالة حينما ينتقلون إلى تلك الأصقاع وإلى تلك البلدان يعني ينقلون هذه الصور إلى أهليهم حينما يأبون، حينما يعودون. من هؤلاء الرحالة مثلا أذكر جون بيرتون. جون بيرتون حينما في رحلته المشهورة إلى الحجاز وقد ترجمت إلى لغات كثيرة جدا وهكذا، وأيضا حينما شرع بيرتون وغيره أيضا لأن في ترجمة ألف ليلة وليلة أحجب بهذه ألف ليلة، الخيال، الغرائب، العالم العجائبي، السحر، الشعوذة. تريد أن تقول دكتور هي كانت بداية نقل الصورة، نقل العالم الشرقي هذا على شكل صورة للغرب. نعم، هي صناعة صورة، هي الحقيقة صناعة صورة كما أحبهم أن يروها. كيف كانت هذه الصورة؟ يعني نحن ربما سنعرض أو نعرض الآن عدد من الصور. نعم، قبل صور الفن الاستشراقي. قبل ذلك أخي، أنا لو مثلا هذه القصة ألف ليلة وليلة هذه، مع أنها يعني هي ليست عربية أصلا، هي فارسية وتوالى على صناعتها أجيال، ولذلك تجد فيها كلاما فصيحا وتجد فيها كلاما عاميا مصريا كذا إلى آخره، مما يوحي بأن الذين ألفوها هم أجيال متعاقبة. فهذه الصورة، صورة ألف ليلة وليلة، حتى حينما ترجمت في الإنجليزية أو في اللغات الأخرى لم تترجم بألف ليلة وليلة، وترجمت الليالي العربية، الليالي العربية هكذا بهذا المعنى. فمثلا الغرب حينما مثلا افتتن بثقافة كذا، يعني جاءوا مثلا لرباعية الخيال في ترجمة شهيرة سواء الإنجليزية والفرنسية والروسية، في لغات كثيرة جدا، فيتزجيرالد ترجمة رباعيات الخيام، واختاروا منها الرباعيات السيئة للأسف الشديد، القدح والخمر وكذا إلى آخره والضياع. هذا مع أن الرجل بالمناسبة هو بريء من هذه الأشياء، هي رباعيات دست عن على الخيام. الخيام عارف وحكيم وعالم كبير جدا، وكثير من هنالك كتب كثيرة يعني اشتغل فيها الباحثون ليحققوا هذه المسألة، أن هذه الرباعيات ليست من صناعة. ولذلك بالتأكيد حينما نقرأ هذه الترجمات سواء من الفارسية سواء من الإنجليزية أو من الإيطالية أو كذا، نجد أن هذه الرباعيات لا يمكن أن تكون صناعة شخص واحد، لأن أحيانا يتفجر فيها إيمان قوي جدا، وأحيانا تجد فيها نوع للأسف من الكفر والدعوة إلى كذا إلى خير والتحلل والانحلال. فلا يمكن أن يكون. فهؤلاء الناس الرحالة والأدباء للأسف الشديد ساهموا في هذه الصناعة. لو نأتي مثلا بشكل سريع لهذه الصور التي صنعها هؤلاء الناس، التي أنا أحب أنا يعني قلت لك الاستشراق. نعم يعني دكتور، نحن عرضنا الآن بعض الصور، لو يعني تخرج لنا هذه الصور مرة تانية. عرضنا نحن بعض الصور لبعض يعني المجتمعات العربية والإسلامية كيف كانت تصور، يعني نعم. ممكن أن تتوقف عندها بعض الشيء، مثلا هذه الصورة. نعم. دكتور الآن هذا أخي الكريم ما يسمى بالفن الاستشراقي، حتى يعني Orientalism Painting. فالفن الاستشراق
هو ذلك الفن الذي يعني هنالك نخبة من الرسامين المبدعين الذين فتنوا بالشرق حينما رحلوا هناك، لكن للأسف الشديد لم يصوروا إلى الأشياء الوضيعة أحيانا. مثلاً نعم. فمثلاً سبيل المثال صور أخرى لو نعم عرضها. سأتكلم يعني عادة هذا المجتمع الغربي الذي يحبوه أو شيء هكذا تجد فيه المتسول وتجد فيه الحرامي وتجد فيه الحريم والنساء والحمامات البخار وتجد فيه الزنجي الحارس الأسود الذي يمتشق حسام. تجد فيه أشياء كثيرة جدا، تجد فيه الشيخ والقينة المغنية وفي يدها مزهر، الحارس الزنجي الذي يمتشق سيفا حساما هكذا، كل هذه نوع من الثقافة. نعم، المستجدي الذي مثلا يعني متسول بقر يعني بأي شكل من الأشكال، كأنهم ما وجدوا في المجتمع الشرقي إلا هذه الصورة. مثل هذه الصورة دكتور. نعم. صورة معبرة جدا للأسف شديد، وكأنما يعني حتى الرجل المسن يعني ليس لديه إلا أن يلهو بالفتيات مثلا. نعم، لأنهم يريدون أن يقولوا الخطاب الذي يكمن وراء هذه الصور ما هو؟ الخطاب يا سيدي الكريم يريدون أن يقولوا هذا المجتمع الشرقي هو مجتمع شهواني إيروتيك، مجتمع عدواني، مجتمع دموي، مجتمع سطحي متبلد الدهن كسول، الناس يعني شايف واحد عامل أرجيلة فهمت له نرجيلة أو شيء من هذا القبيل يعني يحاول أن هذه الصور التي نقلت. كم عمر دكتور هذه الصور؟ وهل أصبحت هي جزء من معرفة الغرب؟ أي أنها دخلت بالفعل في ثقافتهم مبكرا، وبالتالي هو عندما يتخيل صورة العربي أو المسلم يتخيل هذه الصور أمامه؟ نعم، هي لعبت دورا كبيرا هذه الحقيقة كذا، وخاصة في الفترات المتقدمة المبكرة. ربما الآن قد لا تحدث ذلك الأثر بسبب هذا الالتصاق أو التقارب بين الشعوب. نحن الآن نعبر بلغة العصر نقول احترقت المسافات، لم تعد هنالك مسافات، الشعوب أصبحت كذا، ولذلك يعني ربما الآن الغرب لا يستطيع أن يتقبل بعض الصور التي تمثل شيئا من الكذب الصريح حول شخصية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو شخصية كذا، ولذلك هم يعملون بجهد من أجل يعني ابتكار وسائل جديدة للترويج لنفس يعني المفاهيم القديمة. يعني دكتور لو أيضا حاولنا نمر بسرعة على الصور النمطية في الإعلام الغربي، أو يعني كيف رسمت هذه الصورة، كيف رسمت في الكتب، في المؤلفات، في الأفلام، في السينما مثلا، يعني في 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 الرسوم الكاريكاتورية وما إلى ذلك يعني. نعم، الصورة النمطية أو ستيريوتايب هذه إيمج يعني للأسف تلعب دور خطير جدا في هذه المؤسسات الإعلامية والثقافية ومنابر الثقافة بشكل عام. هنالك بعض المؤلفات كتبها عرب وهم ليسوا مسلمين عن الصورة النمطية في الثقافة الغربية بشكل عام وفي الثقافة الأمريكية بشكل خاص. هنالك كتاب صدر مع أنه فترة مبكرة، أعتقد أنه في أواخر السبعينيات، حتى اسمه الصورة المتشظية، Split Vision صورة المتشظية، كأن هي صورة يعني شظايا مبعثرة هنا وهناك، من يريد أن يركبها فسيفساء غريبة جدا. هذا الكتاب شارك فيه نخبة من الباحثين الذين تقصوا ملامح الصورة النمطية في الثقافة الأمريكية، في المدارس، في الإذاعات، في التلفزيون، في الصحافة إلى آخره. أشرف عليه الدكتور إدموند غريب، هو الإديتور لهذا العمل. إنما العمل المثير جدا الذي يحتاج منه ربما إلى وقفة هو عمل البروفيسور جاك شاهين. جاك شاهين هو طبعا كما تعلم أخي الكريم من أصول لبنانية، هو أمريكي لكن من أصول لبنانية، يعني والده هاجر قديما فهو أمريكي الحقيقة، لا يتكلم العربي. فألف كتابات يعني رائعة جدا في هذا الموضوع. من بواكير كتبه كتاب عنوانه عربي التلفزيون، The TV Arab، أو عرب التلفزيون أو عربية التلفزيون إلى آخره. فتلك كانت بداياته لكي يلاحق هذه الصورة النمطية في التلفزيون. طور هذا العمل في كتاب يعتبر كتابا جديرا بالاحترام، وينبغي للمسلمين وللعرب أن يلتفتوا إلى هذا الكتاب، ولكنهم لم يلتفتوا إليه. هذا الكتاب اسمه Real Bad Arab، يعني الريل البكرة التلفزيون الشريط إلى آخره، إنما هنالك سبتايتل عنوان فرعي يعني يقول يعني how Hollywood يعني كيف هوليوود يعني أفسدت
أفسدت الصورة العربي في كذا. فالذي نريده في هذا الكتاب أخي الكريم هو أنه اشتغل عليه زهاء 20 عاما. هذا أولا. واستقصى فيه نحو 1000 شريط سينمائي وشريط وثائقي وشريط أطفال. إذن هو دراسة ضخمة جدا فيها عمر من كذا، ووصل النتائج مريعة أذهلت الغرب. الآن من يدخل الإنترنت ويتتبع هذا الموضوع يجد أن العرب أصيبت بحالة تشك. هو الكتاب عمل فعلا صدمة في الأوساط الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كأنهم يريدون أن يقولوا معقول، هل يصدق هذا أن هوليوود كانت تمارس هذا التشويه الحقيقي المقنن المنظم خلال يعني 100 عام، قرن من الزمان؟ للأسف الشديد أخي سليمان هذا الكتاب لم يترجم إلى العربية وترجم إلى لغاتنا. حتى أنا عملت مقابلة وجريت مقابلة عبر الإنترنت نشرت في مجلة التواصل مع البروفيسور جاك شين. نعم. كان مما يعني قاله الصادر عن جمعية كلية الدعوة الليبية. يعني بالفعل قبل أن نتوقف عند هذه النقطة، نحن لدينا أيضا صورة لجاك شاهين، ولدينا لا أعرف إذا كان لدينا مجموعة كتب أيضا يمكن أن تعرض في هذا السياق الآن. لدينا مجموعة كتب لو سمحتم. يمكن أن نضعها يعني دكتور إذا مررنا بسرعة على هذه الكتب قبل أن نأتي لجاك شاهين. مثلا هذا الكتاب دكتور. إيه أخي. هكذا تصنع وسائل الأعلام في صورة الكتب ما نسميها، حتى الأغلفة مؤثرة. هم الغرب عندها فكرة أن الغربي بالذات يعني لا يقرأ كثيرا هذه المصنفات، وهذه حقيقة. قل ما يقرؤون. فبالتالي يستثيرونه بالصورة. نعم يستثيرونه ويستفزونه بهذه الصور. فحتى بهذه العناوين ميليتنت اسلام ريتشز امريكا، يعني الاسلام المسلح يصل الى امريكا، انتبهوا انتم في خطر كبير جدا. هذه عناوين يعني اما العنوان يا اما الكفر الغلاف يعمل شيئا من هذا القبيل. انظروا الهلال رمز للاسلام، يعني الاسلام والارهاب، كل هذه الاشياء تفعل فعلها للاسف الشديد في هكذا. بالمناسبه هذا الكتاب يتكلم عن الاستشراق الامريكي، وأيضا يتكلم بالذات عن هذه العلاقة منذ الأربعينيات إلى آخره. ففيه يعني هذا كان يشير إليه رحمه الله يعني كذا إلى آخره إدوارد سعيد. هذا شوف مثلا هذا إسلاميك إنفيجن، يعني انتبهوا أيها الناس هذه طبول تقرع وأجراس إنذار، انتبهوا مخافتي كذا كذا. إسرائيل والإسلام أو شيء من هذا القبيل يتكلم عن ما يسمى بحرب الهرمجدون. أنت تعرف أخي الكريم في الفكر ربما هذه أيضا سنتكلم عنها بعد قليل، يعني هذا غلاف خطير رائع جدا لكتاب رائع جدا لتشومسكي حول الميديا كنترول. هو هنا يركز على نقطة أن المعرفة سلطة، المعرفة تفعل فعلها. هذا عنوان آخر أيضا من هذه الكتب التي تحمل يعني عناوين يعني استفزازية، يعني شيء من هذا القبيل. بالمناسبة تشومسكي حينما ألف كتاب هذا وهو سيطرة الميديا وسيطرة الأعلام، وهو يتكلم عن فكرة من يعني ميشيل فوكو أحد عفوا دكتور، هذا الكتاب أيضا ربما يعني أي نعم. صورة المرأة المحجبة هنا تظهر. نعم هذا كتاب لكيبل هذا الفرنسي، والآن بدأ يكتب بالإنجليزية. فلاس كان يكتب بالفرنسية، الآن هاجر الولايات المتحدة الأمريكية. وهو كتاب وكيبل إلى حد بعيد يعني كاتب منصف. فهو هذا كذا، فهي كان بيقول هي الحرب على العقل العربي وليس الإسلام والغرب. هذا أيضا نعم ربما. طيب هذه كنت تتحدث عن تشومسكي. أنا أرجع قليلا إلى شخصية تشومسكي دكتور، لو تحدثت لنا عنها قليلا، خصوصا كتابه المشهور سيطرة الإعلام أو توجيه الإعلام. نعم نعم كيف يتحكم الإعلام بالعقول. تشومسكي كما تعلم أخي هو يهودي أمريكي، لكنه إلى حد ما هو يصنف في عداد الناس المستقلين الذين لهم رؤية خاصة، وعانى في الولايات المتحدة من هذا الأمر. هو بالمناسبة يعني يكاد يكون في بعض المحافل يعني لا أقول منبودا، لكنه يعني لا يعبأ به كثيرا ويمارس عليه عملية يعني النبذ هذه. وكانت تربطه علاقة وطيدة بإدوارد سعيد وبنخبة من الفلسطينيين. فكان الحقيقة يعني يحاول أن يدافع كثيرا عن القضية الفلسطينية. ليس القضية الفلسطينية، هو باحث منصف. وبالمناسبة يعني كتاباته في الأصل يعني لها علاقة باللغة. هو صاحب نظرية النحو التوليدي.
شيء آخر. طيب لو بقينا في موضوع في سيطرة الإعلام. نعم بالضبط. في سيطرة الإعلام هو الحقيقة يستفيد كما استفاد إدوارد سعيد أيضا من نظريات ميشيل فوكو في يعني الستركتشراليزم البنيوية وكذا. هم هؤلاء الناس الأوائل الفرنسيين المنظرين الذين روجوا لفكرة يعني أن المعرفة تساوي سلطة، يعني knowledge equals authority. يعني الذي يمتلك المعرفة يمتلك السلطة. وطيب ما هي وسائل السيطرة في هذه؟ هي هذه التلفزيون، الكتب، المنابر الثقافية إلى آخره. فهو يرى أن هذا أمر خطير جدا. ولذلك حتى أخي الكريم لو رأيت أنت هذا الغلاف الكتاب مكان تباع فيه الصحف، فجاء شخص وكتب إيش lies، أكاذيب أكاذيب أكاذيب، كأنه يريد أن يقول هذه الصحافة أكاذيب، هذا التلفزيون أكاذيب، السينما أكاذيب. الناس ملت من هذا الأمر، لأن الميديا للأسف الشديد تعمل في هذا، تعمل نوع من السيطرة وتوجيه للعقل، توجيه للعقل الغربي يعني لكي يأخذ موقفا فيمارس الإسلاموفوبيا من حيث هو لا يدري. طيب دكتور إذا سمحت لي ربما سنتحدث عن بعض من التفصيل عن جاك شاهين ودور كتابه أيضا في في نعم. في الحديث عن الصورة النمطية في نعم. في الإعلام الغربي في الميديا الغربية نعم. بالدرجة الأساسية، لكن دعنا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. موضوع حلقة اليوم هو الإسلاموفوبيا، الجذور والإسقاطات، وضيفنا هو الدكتور صديق بشير نصر، رئيس مركز العالم الإسلامي لدراسة الاستشراق والباحث والمتخصص في الدراسات الاستشراقية والإسلاموفوبيا. دكتور صديق، كنت تتحدث عن جاك شاهين كأحد أبرز الشخصيات التي حاولت أن ترصد محاولات الغرب في خلق هذه الصورة التي ترسخ الإسلاموفوبيا. نعم نعم، أنا أذكر أن جاك شاهين في أحد كتبه ذكر لقاء مع أحد أشهر الشخصيات الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية في مقابلة أجرها معه في قناة السي بي إس. هذا الشخص اسمه جيمس بيرغ، يقول أنه كان يحدثه عن هذا الأمر، يعني كيف هذه القناة تروج لمثل هذه الصور، أين هي الموضوعية وأين هي الأخلاق التي تأبى على الإنسان أن يروج لمثل هذه الأكاذيب. قال فوجئت، كنت أتصور أن هذا الرجل سيقول لي المعذرة، هذا شيء غير مقصود. فإذا به يقول، ما ترجمته، يقول جاك شاهين: ففاجأني بقوله: تصوير العرب بصورة نمطية مسألة جذابة، والقيام بذلك أمر سهل، يجذب المشاهد مثل العنف و الجنس. فنحن نحتاج إلى مشاهدين، فأصبحت صورة العرب الكريهة هذه المترهل إلى آخره صورة جميلة جدا، كما نريد أن نجذب المشاهدين بكل طرق الجذابة الأخرى. الحقيقة أخي الكريم، كتابه نعم. الأشرار، العرب الأشرار في السينما نعم. أو كيف تشوه هوليوود، هاو هوليوود فيليفايز أ بيبل، بالضبط كيف شوهت شعبا، شعبا يعني وأمة يعني أمة. كيف تنظر إلى هذا الكتاب دكتور؟ هذا الكتاب أخي ما زال هو مثار بحث وجدل عند الكثير من الأكاديميين والأعلاميين حتى هذه اللحظة، وهذا يدل على أن الكتاب فيه جهد مبذول كبير جدا. أنا كما قلت لك أخي الكريم، هذا جهد يعني بذل فيه الرجل يعني نحو يعني 20 سنة من الدراسة المتواصلة، ما ترك شيئا، يعني 1000 شريط سينمائي، هذا أمر مهين. وليس فقط عرض، هو يتفرج على هذه ثم يعلق على هذه الأفلام ثم يرتبها ترتيبا ألفبائيا حتى يسهل على كذا. فهذا الكتاب يعني الآن محط اهتمام كثير من المؤسسات الإعلامية، مع أنه لم يترجم، حتى أنا في المقابلة يقول لي للأسف الشديد لم يترجم العربية، حتى اليوم لم يترجم، حتى هذه اللحظة لم يترجم إلى العربية للأسف الشديد، مع أنه أهم كتاب يدافع عن العرب، مع أنه أهم كتاب يدافع عن العرب. دكتور إلى ماذا وصل هذا الكتاب؟ ما هي أهم النتائج التي وصل؟ هو النتيجة التي وصل إليها هو يحقق نظرية تشومسكي أولا في الميديا كنترول، أن تعمل سيطرة كبيرة جدا للأسف الشديد. الآن عقل الإنسان أنه ليس هناك إعلام عبثي وليس هناك إعلام ليس موجه، الآن هنالك صناعة العقول، صناعة العقول. ولذلك كيبل الغلاف الذي تكلمنا عنه قبل قليل حينما يتكلم يعني الحرب the war against the Arab mind
ضد العقل العربي، هي هكذا شيء موجود. أيضا هذه الأشياء للأسف الشديد تفعل فعلها الردي في عقل الإنسان الأوروبي والأمريكي على حد سواء. فهو مثلا من اللطائف التي كان يحكيها إدوارد سعيد في جاك شاهين في كتابه العرب الأشرار، كان يعني يقول الصورة النمطية كانت يعني شيء موجود من قديم، يعني مثلا في الثقافة القديمة اليهودي موصوف بالطمع، فكان اليهودي الطماع، وكان الأسيوي الواشي سنيكي، وكان الأسود يعني مو الأسود كذا البلاك كذا سامبو يعني هو الأسود، الإيطالي رجل مافيا مافيوزو معي، والهندي الهندي الأحمر هذا متوحش سافيج، الأسباني غريسي مثل دهني لزج لا تستطيع أن تمسكه إلى آخره. قال هذه الصور قديمة كانت موجودة في فترات معينة لكنها اختفت الآن تماما، لن تجد لها أثرا في لا في كتابات ولا في ميديا بشكل عام، وإنما ظلت صورة استبدلت بشيء آخر أكثر تأثيرا وأكثر جاذبية، وهي صورة الإنسان المسلم الإنسان العربي الذي يصفونه بالشخصية حتى لها تسمية غريبة جدا، يقولون 3 بيز كاركتر، يعني بي هي الانيشال من اول كلمه، يعني اول حرف من اول كلمه، يعني ايش 3 بيز البقات الثلاثه، العربي المسلم بليونير اذا انه منتفخ من الاموال، احمق يحمل على ظهره يعني اكياسا من المال ولا يعرف كيف ينفقها، هذه البي الاولى بليونير، الباء الثانيه بامبر يعني المفخخ الذي يريد أن ينفجر، هذه البيئة الثانية، الثالثة البيلي دانسر يعني راقص هز البطن وكذا إلى آخره. الآن هذه الصورة الآن الميديا في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص لأن هي التي تصنع هذا الأمر بالمناسبة، أوروبا الآن عالة على هذا الكذا، يعني شوف الآن بالمناسبة المؤسسات السينمائية في الولايات المتحدة الأمريكية يعني الناس كثير تشاهد هذا كذا، لكن لا تعرف جذور هذه المؤسسات كيف خرجت، بالمناسبة جذورها كلها يهودية، اليونيفرسال باراماونت مش عارف إيش أشياء كثيرة جدا، يعني حتى شركة ديزني هذه التي ديزني لاند آخر معقل كان حرا وقع في أيديهم للأسف الشديد، حتى هذه حتى الأطفال لم يتحرروا من هذا الأمر، ولذلك الآن تصنع السينما الآن في هوليوود تصنع يعني دور كبير، تعمل دور كبير لخلق هذه الصورة. يعني هناك بعض الأفلام دكتور ربما يعني نستعرضها بسرعة، بعض الأفلام التي تتحدث عن الإسلاموفوبيا، نعم مثلا نعم هذا الفيلم وهو فيلم مشهور يعني نعم دائما صورة هذا الأمريكي البطل المخلص الذي يقتحم ويقتل مئات من الناس يعني مثل حشرات هكذا يتصيده، وما نذكر هذا الفيلم حينما يدخل مثلا في بعض الأماكن مثل بيروت أو كذا يعني يقضي على قرية كاملة ويخرج سليما وينقذ الرهائن وكذا، نوع من الترويج لمثل هذا الكلام، هذا كله تجري حتى هذا الشريط اللطيف الذي يتفرج عليه الأطفال على الدين لا يخلو من ذلك. بالمناسبة في مقدمة هذا الفيلم هنالك أنشودة تقول أنا عربي أنا قبيح أنا كذا شيء من هذا القبيل يعني، والولد يقفز هنا وهناك إلى آخره، هنا العالم الغربي يتأثر بهذه كذا. هذا كما قلت لك أخي قضية هرمجدون، ربما في لوحة أخرى أيضا فيلم حول هذا الموضوع يعني يتكلم عن هذا الموضوع. بالمناسبة هذا أيضا فيلم وثائقي الأوبسيشن هذا استياء أو شيء من هذا النحو، للأسف الشديد هذا عبارة عن فيلم وثائقي يتكلم فيه جماعة من المسلمين ومن العرب الذين هاجروا إلى أوروبا ويعيشون الآن في أوروبا، كان ضريبة دخول الآن إلى أوروبا، واحدة منهم اسمها نونة درويش لو تسمع عنها. كل هذه الأفلام أيضا يعني هذا الكتاب Rules of Engagement يعني قواعد الاشتباك أو فك الاشتباك أو شيء من هذا القبيل، هذا فيلم أثار ضوضاء. نعم. هذا الفيلم أيضا الذي يتكلم عن الأوميجا كود. بالمناسبة إيش يعني نقف قليلا عند هذا الكذا، أنا تكلمت عن هرمجدون، هو الآن للأسف الإعلام يروج في ما يسمى بالمسيحية المتصهينة والصهيونية، الآن تروج إلى أن لابد لعودة المسيح من قيام حرب
شاملة تأتي على الأخضر واليابس، وهذه سيكون موطنها في هرمجدون قرية في فلسطين. فهذا الكلام وجدوه في رؤية ليوحنا من الكتب الملحقة بالنيو تيستمنت. فهذا الفكرة أنهم يحاولون الآن أن يسارعوا في قيام الرؤية، تقول أن في آخر زمان تكون حرب شاملة تدمر فيها الجبال إلى آخره، لا يبقى شيء إلى آخره حتى ينزل السيد المسيح. فهم يريدون أن يعجلوا بذلك، ويرون أن بدرة الفساد وجرثومة الفساد تكمن في الإسلام والمسلمين، ويجب أن نعجل بعودة السيد المسيح لهذا الأمر. وهذا للأسف فيلم وضيع جدا، وهنالك مصنفات بل هنالك مواقع بالمناسبة على الإنترنت تحت هذا العنوان أو تحت هذا المسمى هرمجدون باسم هذه المدينة أو القرية الموجودة في فلسطين، أنها ستندلع منها هنالك. هناك فيلم آخر دكتور وهو مومي. مومي نعم، نعم. ربما كثير من الناس رأوه، هو أصبح جداً. الآن في أجزاء كثيرة، الجزء الأول والثاني. ما هي المخاطر أو ما هي الإشكاليات؟ يعني لاحظ مامي بصرف النظر يعني ويتكلم عن المومياء ويتكلم عن توابيت ويتكلم عن الفراعنة، وليس القصد. لاحظ أن ذلك الشخصية العربية التافهة الذي يسير معهم، المخادع الشرير الجبان الذي لا يقف مع أصحابه، ثم بعد ذلك ينال يعني المصير الذي يستحق ويندفن تحت الأطلال الأهرامات وتحت أطلال تلك الأماكن القديمة. دائما يصورون بصورة الإنسان البشع، إنسان السيء، إنسان الرديء الخائن الذي ليست له مثل، بينما هذا الأوروبي الذي جاء من أوروبا يريد أن يسرق هذه الآثار من مصر، مصر يظهر في ثوب الإنسان الأحرص على هذه الأحرص، والإنسان المتحضر، والإنسان الذي يتحلى بالقيم ومكارم الأخلاق ويفهم قيمة. وللأسف يأتون ببعض الشخصيات حتى في الشكل، يعني يعني يكون شكله ميدل إيست إيست فيس إلى آخره، يأتون به من البرتغال، من إسبانيا، من سيشيليا إلى آخره. أحيانا يجدون بعض العرب أيضا يمثلون مثل هذه الصور القمية، ولا بد أن يكون إما أعور يا إما كذا، شكله قبيح، شيء من هذا النحو. نعم دكتور، يعني أشرت إلى مسألة وهي أنه يعني الصور هذه كانت أو ظلت موجودة حتى على الأقليات وعلى الديانات وعلى العرقيات والإثنيات الأخرى. نعم. يعني لو أخذنا مثال السود دكتور صديق، يعني نعم. أنت تعرف أن السود يعني حتى فترة قريبة قاوموا ولازالوا يقاومون الصورة النمطية التي خلقت حولهم، لكنهم بصراحة اليوم يعني ونحن نتحدث من المصادفات العجيبة أننا يعني نتحدث عن رئيس أكبر دولة في العالم هو أسود. نعم. هل يمكن أن نقول بأنه بالفعل هؤلاء جميعا نجحوا في 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 تحسين صورتهم في 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 الإعلام الغربي، في في السينما، في الأفلام، في الرسوم الكاريكاتورية، في غيرها، بينما ظل العرب حتى الآن غير قادرين على فعل هذا الأمر؟ هو أنا لا أدري إذا كان وصول أوباما إلى سدة الحكم سيحسن من صورة هؤلاء الناس. ربما الناس الآن سعيدون بوصوله، وهذا أمر يعني جميل جدا، لأن حتى أيضا موقف أخلاقي. ربما الآن أمريكا أخي الكريم هي محتاجة إلى هذا كذا، فكثير من الساسة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن كانوا لا يحبون أن يعتلي يعني أو أن يدخل البيت الأبيض رجل أسود، لكنهم هم الآن في حاجة ماسة إلى هذا التحول الكبير جدا. هي في الأخير أخي الكريم هي 4 سنوات، قد ينجح هذا الرجل وقد يخفق، هذا أمر آخر. يعني بغض النظر دكتور أنا ما قصدته هو صورة الأسود، مثل صورة العربي في الأفلام السينمائية كانت تقريبا متشابهة، لماذا اختفت صورة الأسود وظلت صورة العربي والمسلم بأوصافها الكريهة؟ أنا لا أظن أن صورة الأسود قد اختفت، صورة الأسود لا تزال وضيعة في 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 ثقافتهم أيضا. صحيح هنالك شعارات الآن تغيرت، ولكن الأفلام حينما تنظر إلى الميديا المتعلقة بالموفي والسينما إلى آخر صناعة السينما بشكل عام، ما زالت صورة الأسود صورة كريهة، وأنه دائما مجرم ومدانا نجم متخلف، هذا شيء موجود. ولكن إذا كان هنالك أشخاص يعني يتألقون في مجتمع من المجتمعات سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في غيرها، ويكون أسود أو يكون ملون أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يقلل من الفلسفات التي يحملونها هم حول هذا الموضوع. صورة الأسود لا تزال، أنا في ظني هكذا، هي لا تزال بغيضة بالرغم من وصول هذا. علامة ذلك أخي الكريم يعني في الأحداث، في أحداث كثيرة جدا، هذا شو اسمه كاترينا، هذا الإعصار التورنيدو الذي حصل وكذا، فكيف مورست عملية يعني تمييز عنصري قبيحة جدا جدا بإنقاذ البيض وترك السود، يعني يغرقون
الآن نحن في القرن 21 أخي الكريم، مع ذلك هم يرفعون شعارات كذا إلى آخره. طيب. نحن نتمنى ذلك، ولكن على أي حال ربما هم لهم طريقة نفاذ إلى مواطن التأثير شيء آخر. المسلم الذي يعيش مثلا في أفريقيا أو في شمال أفريقيا أو في بعض بلدان آسيا ليست له السيطرة على هذه المواطن حتى يستطيع أن يلمع. هذا من ناحية. فضلا عن ذلك ربما يعني نحن مقصرون حقيقة في هذا الموضوع، وربما هذا يكون أيضا موضوع نتحدث فيه يعني تحت عنوان كيف نواجه. طيب. قبل ذلك دكتور، لعله هناك مبحث مهم قبل أن يعني الوقت بدأ يسعفنا، يعني مسألة الرسوم الساخرة كيف كانت تصور إلى حد كبير صورة المسلم أو العربي. يعني لو قلبنا معك بعض الصور، يعني لو كانت جاهزة في الإخراج، إذا كانت جاهزة لديكم صور الرسوم الكاريكاتورية لو سمحت. نعم، الكرتون الآن كما ترى هذه صورة المسلم الملتحي بطريقة لحية غير مشذبة غير مهدبة، يحمل سيفا هكذا بتارا يقطع الرؤوس والأيدي. كل من يتكلم عن الشخص الذي أمامه صاحب قلم يعني صاحب قلم. هذه طبعا أخي الكريم الآن أسلوب من الأساليب الترويج لمثل هذه المفاهيم. كما قلت لك الآن الغرب هم أدركوا ذلك من ناحية سيكولوجية. هذه حقيقة يا أخي، الغرب الآن لا يقرأ بعيد عن القراءة، فتؤثر فيه هذه الأشياء السريعة جدا، فهو مشدود إلى التلفزيون ومشدود إلى هذه الصحافة بشكل كبير جدا. فحينما يجد صورة كرتون هكذا هي تغرس فيه كثير من المفاهيم والتصورات التي يريدون هم أن يوصلوها إلى المتلقي. هذا نوع من الخطاب ويفعل فعله بشكل مثير جدا. وبالمناسبة هذه الصور التي هي موجودة في المجلات والجرائد الآن مبتوتة في يعني مواقع كثيرة على الإنترنت بشكل غزير جدا، والأسف الشديد أكثرها انظر إلى هذه اليد التي بترت لأنها ربما تكتب شيئا عن الحق والحقيقة، وكأن المسلمين أعداء الحق والحقيقة. هذا كلها أشياء مؤثرة، كل من ينظر إليها هو لا يفكر ما هو العقل الذي يعني يقف وراء هذه الأشياء. طبعا هذه وما هو تصور دائما بخطاب أنه الخطاب الآخر بأن المسلمين يقطعون أيدي مثلا. لديهم في شريعتهم مثلا أنهم يقطعون الأيدي والأرجل وما إلى ذلك، تصور بطريقة غامضة يعني. أنه جزء من هو يكفي أنها توصل رسالة إلى المتلقي بأن المسلم وذلك الإنسان العدواني القاتل المتوحش، قطع الأيدي شيء من التوحش، ويربطونه ربما بالحدود. الغرب لا يعرف حدود أو لا يعرف أي شيء، لكن هذه الصورة تحدث أثرا كبيرا، وربما اللوحات الأخرى أيضا تفعل الشيء نفسه. إذا استعرضنا اللوحات الأخرى ريم، أن تماما هكذا هو، انظر إلى ذلك المسلم بهذه الصورة، فيه جلافة وفيه غلظة وفيه قسوة، كأنه إنسان يعني ينحدر من عصر الكهوف. حتى الصورة في حد ذاتها مؤثرة. كذلك هذه الصور، انظر قطع الأيدي، يعني قضية حرية الفكر. يكفي أن الغرب يريد أن يقول أن دكتور هذه الصورة أيضا إذا يعني وقفنا عندها ليوناردو دافنشي يعني يرسم لوحة الجوكاندا موناليزا امرأة محجبة إلى آخره، كان بيقول ماذا لو كان دافنشي هذا الرسام الرائع كانت يعني تقف أمامه منقبة، كيف سيظهر مفاتنها ورسمها يعني مثلا. لا، وحتى بمعنى آخر يعني ماذا لو كان هذا الرجل ليوناردو دافنشي يعني روعة الفن في ما يسمى بعصر النهضة يأتي في وقتنا لقطع عنقه. هذه الصورة دكتور التي مرت هي صورة كرتون وتقابل بالسيف بالإسلام. يعني وربما هي الحملة التي قادها بعض قادتها الدول والشعوب الإسلامية حول الرسوم التي تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. وكأنما يعني أن المسلمين ليس لديهم إلا السيف وبتر الأيدي والأصابع في مواجهة الفكر. طيب دكتور، يعني ربما حتى لأنه لم يبقى لنا كثير من الوقت، الآن كيف على المسلمين أن يواجهوا مظاهر الكره والحقد والتعصب والبغضاء على الإسلام؟ يعني بصراحة يا دكتور هناك الآن تحركات تحدث، رأيناها في مظاهر شعبية مثلا، الاحتجاج على الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعض المظاهرات التي تتحرك هنا أو هناك. لكن
بعد حديثي معك هذا كأنك تريد أن تقول بأن المشكلة ليست في المظاهر، المشكلة أننا نتحدث على معرفة، على أسس من الثقافة والفكر يجب أن تبنى على أسس سليمة وصحيحة حتى يتم تصحيح هذه المسألة. نعم. كيف نواجه الإسلاموفوبيا؟ صدقت أخي، في ظني إن أهم ما ينبغي أن يقوم به المسلمون اليوم هو أن يعكسوا حقيقة الإسلام في سلوكه. هذا شيء مهم جدا، لأنك أنت مهما حاولت أن تروج إلى مفاهيم رائعة وسامية ومواقف أخلاقية جميلة جدا في الإسلام، أنت لا تستطيع أن تنفذ إلى قلب الآخر ما لم يترجم ذلك سلوكا عمليا على يديك أنت. فالآن للأسف هنالك قطيعة كبيرة جدا، وهذا ما يلاحظه كل إنسان حتى رجل الشارع، قطيعة بين الإسلام والمسلم. المسلم يعني يسير في واد والإسلام في واد آخر، وهذا أمر حقيقة مؤثر جدا جدا. الإسلام أخي حينما دخل إلى العالم الآخر دخل بهذا السلوك الرفيع وبهذه المثل وبهذه القيم، استطاع أن ينفذ إلى أولئك الناس لأن ترجمها ترجمة عملية، لا يحتاج لأن يقال له إن القرآن يقول كذا وإن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم تقول كذا وأحاديثه تقول كذا، إنما يترجمونها واقعا عمليا. الأمة الآن أخي الكريم لمواجهة كل هذا التغول ضدها تحتاج في حقيقة الأمر إلى أن تترجم هذا الإسلام سلوكا حقيقيا بكل معنى الكلمة. هذا أول شيء ينبغي أن يقام به يلتفت إليه. ثم إن هذه الهجمات المريعة التي نراها هي فكر وعقل، أنا في ظني لا ينفع فيها لا مظاهرات ولا مثل هذا القبيل، هم يستدرجوننا للوقوع في هذا هذه المصيدة أو هذه الشبكة. أخي الكريم، إن الفكر حتى يخرجون لنا رسومات كاريكاتورية تقول لنا بأننا نعم نحاربهم بالسيف وليس بالعقل. نعم. ويخرج الناس، والناس أخي الكريم فيهم عامة وفيهم خاصة وفيهم دهماء وفيهم شيء من هذا القبيل، فلا يعني يستغرب أن تصدر منهم سلوكيات غريبة جدا لا تمت، هم يتصيدون مثل هذه الأمور. الفكر لا يقابل إلا بالفكر، العقل لا ينافح إلا بالعقل وبعقل مستنير وبعقل أقوى وموضوعي. هذه مسألة مهمة. هذا الأعلام الذي نتكلم عنه نحن وهي مؤسسة جهنمية رهيبة، لا يمكن أن يعني بحال من الأحوال أن تقابلها بمثل هذا لا أقول الهراء أو هذا، إنما بهذه السطحية لا شك هي عواطف جياشة يعني ربما يعني نكبرها عند أصحابها نوع من الموقف الوجداني، لكن هل يستطيع أن يصل إلى مرحلة أن يوقف مد هذا الثيار الرهيب جدا؟ لابد من مقابلة. كيف يمكن أن يوقف هذا المد المعرفي؟ مد المعرفي الفكري العقلي كما قلت أنت. الفكر لا يقابل إلا بفكر، والإعلام لا يقابل إلا بإعلام أقوى بأعلام. للأسف الشديد نحن ليست لدينا حتى هذه المنظمات التي عندنا للأسف الشديد لا تحرك ساكنا ولا تقدم، هي تنفعل مع الأحداث، ليست لها أجندة، ليست لها يعني برامج علمية يعني فيها خطط يعني حقيقية تستطيع أن تواجه مثل هذه المخططات. حالة انفعال شديدة، انظر إلى هذه المؤسسات التي عندنا يغدق عليها في أموال كثيرة جدا لكنها للأسف الشديد لا تحرك ساكنا، هي تنفعل مع الحدث، تنتظر الحدث حتى يأتي ثم تنفعل وتخ يخرجوا في مؤتمرات وكذا ويشكلون مراكز ثقافية بهذا الخصوص. كثير من يعني هذه الموجات التي حصلت ضد المصطفى صلى الله عليه وسلم صار يعني أنتجت وأنجبت يعني يعني مواقف كثيرة جدا من الجمهور المسلمين ومن المؤسسات الإسلامية، أفرزت في نهاية المطاف دعوات لإنشاء مراكز علمية. ماذا قدمت هذه المراكز العلمية حتى يومنا هذا؟ للأسف لم تقدم شيئا. أنا لا أريد أن أذكر أسماء مؤسسات بعينها التي للأسف الشديد انبنت على هذا الأمر ومع ذلك لم تقدم شيئا ومع ذلك ينفق عليها أموال، بينما كثير من المؤسسات الصغيرة أو حتى الأفراد للأسف الشديد الذين ينافحون عن هذه الأمة لا يقدم لهم شيء للأسف. يعني دكتور حتى لا طيب، لكن نحن ليس عندنا كأنك تريد أن تقول بحاجة إلى هوليوود، بحاجة إلى ديزني، هذه كلها مؤسسات ضخمة عندهم. صحيح. دكتور ماذا يمكن أن يقدم؟ يعني هل تريد، هل تشجع أن تستثمر الأموال الخليجية الأموال العربية في مثل هذه المؤسسات؟ هذا صحيح أخي، التوظيف الحقيقي يعني فيلم وثائقي واحد يا دكتور لو يتم إخراجه بطريقة فنية عالية الجودة هل يمكن؟ نعم أعطيك مثال، حينما خرج هذا الشريط التافه الذي يحمل اسم فتنة الذي قام به هذا الهولندي إلى آخره، للأسف الشديد إن المسلمين يقعون دائما في الشرك الذي ينصب لهم، وهذه تدل على سطحية في التفكير. هو شريط يعني يستغرق 10 دقائق وكله تشويه للإسلام وللمسلمين، وظل يروج له 4 أشهر قبل أن يعني كم يستغرق 10 دقائق
فيروج له قبل أن يعني يعلن هذا الشريط ببضعة أشهر. هنالك شريط يسب الإسلام، يسب نبي الإسلام، انتبهوا كذا إلى آخره، تتحرك الناس تهيج، ثم بعد ذلك نكتشف أنه شريط وضيع تافه في 10 دقائق. حرك كل الناس وكل المؤسسات من أجل قمع هذا الشريط، ولكي خرج الشريط ماذا رأينا فيه؟ بل بالعكس الشديد، نحن مطمئنون تماما إلى أن هذا الهراء لا يستطيع أن يؤثر في أمتنا. لكن أيضا أنا رأيت شيء جميل جدا في نفس هذه المواقع في اليوتيوب إلى آخر شيء من هذا القبيل، هنالك أناس بسطاء عملوا شريط هو رد على شريط فتنة. على الأقل الآن حينما تدخل إلى هذه المواقع تجد هذا الشريط، وتجد أيضا رد آخر على هذا الأمر. إذن هذا جهد بسيط جدا من أناس، يعني حتى الأموال يعني المبذولة في شريط فتنة هذا ليست أمر كثير، لأن هي عبارة عن صور فلاشات سريعة جدا. إنما كيف نواجه إسلاموفوبيا في دقيقة ونصف، في دقيقة ونصف أخي. أيضا أنا أريد أن أقول لابد للأمة أن تشحد هممها بيعني توظيف طاقاتها، أن تتعرف على طاقاتها الكامنة فيها، أن تتعرف عليهم، أن تطرق أبوابهم، أن تكتشفهم. هذا أمر مهم جدا في مثل هذه الأمور. فضلا عن ذلك من الأمور التي يعني ينبغي أن نلتفت إليها، وهو أن كثير من لكي لا نقع في شراك وحبائل هؤلاء الناس، كثير من الأمور أنا أتصورها هي نوع من الصغائر وينبغي ألا نلتفت إليها. ينبغي أن يعني أن نوظف هممنا وطاقاتنا في خدمة هذه الأمور الكبيرة. إنما كاتب يكتب كتابا أو واحد شيء من هذا القبيل، أنا في ظني يا أخي أن تجاهل صغائر الأمور يميتها، بل إن التعود، بل إن التعريف بها هو الذي يحييها وينفخ فيها الأسف الشديد فتصير كالدمل. ولذلك صدق الشاعر العربي حينما قال: ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بديناري. لا بأس، يعني هنالك الآن بدت فكرة جميلة جدا وهي عقد مؤتمرات مناهضة للإسلاموفوبيا، وهذا شيء مثير جدا. جائزة الإسلاموفوبيا لمن تعطى الآن؟ بات روبرتسون مثلا، أو مثلا فالويل، أو مش من هذه الشخصيات، أو حتى بعض الرؤساء إلى آخره، نموذج إلى التسامح وال لا، هي الإسلاموفوبيا تريد العكس، يعني العكس، هم موريتارا، هو الغرب يريد أن أيضا يبحث كذا. يعني هي عقد مؤتمرات مناهضة للإسلاموفوبيا، هذا شيء، وعقد مؤتمرات للخطاب مع الآخر، الآخر المؤثر. نعم، وبالمقابل تكرم شخصيات يفترض أن تكون متسامحة أو أنا أتصور مثلا شخص مثل جون إسبوزيتو، شخصية راقية جدا، أو جاك شاهين، ربما جاك شاهين محسوب لأن هم في نظرية إسلاموفوبيا كأنه مسلم، هو ليس مسلما، لكن ربما إسبوزيتو، أنا رأيت في بعض المواقع يقولون هذا الرجل المسلم الذي يتحرج من ذكر إسلامه لدفاعه حينما يتكلم، يعني هل الإسلام دين يعني إرهابي ودين إلى آخره، ولا هي مجرد أسطورة. دكتور صديق بشير نصر، رئيس مركز العالم الإسلامي للدراسة الاستشراق، كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك. كما أشكر زملائي في الإخراج وعلى رأسهم زميلي ياسين وريم، وكذلك بقية الزملاء الذين أعدوا لنا هذه الحلقة التي نرجو أن تنال إعجابكم. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة قادمة. شكرا.